تشهد محافظة الأنبار عشرات الحوادث على طرقاتها بشكل شهري، ولا سيما فيما بدا يسمى طريق الموت بين مدينة الرمادي وقضاء هيت، والذي ذهب ضحيته أكثر من 20 وفاة منذ بداية العام الحالي بحسب مديرية مرور الأنبار، رغم إحالة مشروع هذا الطريق إلى شركة حكومية منذ عام 2011، إلا أنه بقي متلكئاً حتى الآن. الإحالة كانت قبل أحداث داعش، وبعد أحداث داعش تأثر البلد بالأزمة المالية والتخصيص المالي، فيعني أغلب المشاكل اللي موجودة هي مشاكل تخصيص مالي ما بين الوزارة والشركات، لأنه محال على شركات حكومية، لكن لا زال العمل بنسب إنجاز متدنية وعمل بطيء. عملنا مع الأخوة في وزارة البلديات والأشغال العامة، شركة حمرابي بالذات، واللي للأسف الشديد أحملها كامل المسؤولية جراء الحوادث والوفيات، وأيضا أدعو كل أهلنا لإقامة الدعاوى الجزائية والمدنية ضد هذه الشركة وضد من تسبب بأذية أهلنا، لأن الحقيقة العقد محال عليهم منذ عام 2011 إلى هذا اليوم لم تكمل هذه الشركة. من جانبها أكدت الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تبليط طريق الرمادي هيت أن هناك أسباباً أخرت تنفيذ المشروع، منها تأخر التخصيصات المالية فضلاً عن ظروف جائحة كورونا. التأخر اللي حصل في تنفيذ فقرات المشروع سابقاً هو عدم توفر التخصيصات المالية في حينها، وما تابعها من جائحة كورونا وتأخر صرف المستحقات، وأيضاً عدم أو قلة توفر مادة القير السيالي اللي ساعدنا في عمل التبليط. ونتيجة الإهمال الحكومي في صيانته وتلكؤ تنفيذ مشروعه من قبل الشركة المنفذة له، يبقى طريق الرمادي هيت طريقا للموت، حاصدا أرواح السكان في محافظة الأنبار.